طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببول. اس فائنل مسابقے کے چھٹے مساہم ہیں محبوب عالم. میں اس شعر کے ساتھ محبوب عالم کو دعوت دیتا ہوں. جگمگا اٹھی فضا نور خدا کا چمکا، جگمگا اٹھی فضا نور خدا کا چمکا، پڑھنے قرآن جب اطفال خوش الحان آئے. مع الاخ محبوب عالم ويتقدم تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيتي حبوب عالم، اب كيسي هو؟ يتشاهم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض ولا اتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الناس كلوا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض ولا اتبعوا خطوات مما في الأرض مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حسبك. السؤال الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا
حرصا وكان رسولا نبيا. صدق الله العظيم. Respected viewers, we were listening the recitation of the glorious Quran from a child Hafiz who has attended in this final round program with a charming and clutching voice, so beautiful accent, mashallah. Ekhon take sommanito korar jonno ami Quran er alo foundation er shonamdhonno sodosho janab Hafiz Qari মিসবাহুল ইসলাম সাহেবকে আবেদন করব আমাদের এই খুদে হাফেজ মাহবুব আলমকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার জন্য। সম্মানিত সুধী, অনেক প্রচেষ্টার পরে আজকের এই গঠনমূলক প্রোগ্রাম আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সারা বছর ধরে একটির পরে একটি প্রোগ্রাম করে, একটির পরে একটি প্রোগ্রামে যাচাই বাছাই করে, পুরো ভারতবর্ষ থেকে খুঁটে খুঁটে বাছাই করে করে এনে আইকা ফাউন্ডেশন এই খুদে হাফেজদের আপনাদের সম্মুখে প্রেজেন্টেশন করছে। আমরা সকলেই আইকা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সহ সমস্ত মেম্বারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ونرجو من شيخنا الفاضل الشيخ أرزاي بن عبد الحق أن يزودنا بما تشعرون بعد تلاوة هذا الطالب. نعم يا بني محبوب علم تمري محبوب الحمد لله قراءة جيدة رائعة ولكن في الوقف الابتداء كثير يعني خطأ والحرف الضاد ليس قلقلة في الأرض ليس في الأرض ماشي فتح الله عليك جزاكم الله خيرا شيخ كيره کہ آپ کا نام محبوب ہے اور آپ میرے محبوب ہیں یعنی میں اس طالب علم سے محبت کرتا ہوں اور اس طالب علم نے بہت دلکش ادا کے ساتھ اور آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی البتہ طاد اس کے اندر قلقلہ نہیں ہے اس کی رعایت کی جائے اسی طرح جب کسی بڑی آیت کے اندر وقف کرے تو اعادے کے اندر اس کے بعد خاص خیال رکھا جائے کہ کہاں سے اعادہ کیا جائے تاکہ قرآن کریم کے معانی کے اوپر کوئی فرق نہ آئے دسویں نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم محبوب عالم اس طالب علم کو 10,000 روپیے انعام کے طور پر دیے جا رہے ہیں یہ طالب علم کریم گنج آسام کا رہنے والا ہے